العشق والانتماء للساحرة المستديرة هو الهواية المستديمة لغالبية الفئات العمرية. الانتماء للفرق المحلية والعالمية وتشجيعها ومتابعتها له مذاق وإحساس خاص. ومع تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات أصبحت متابعة كل الدوريات أمراً سهلاً، مما جعل مشجعي الفرق الأوروبية في تزايد مستمر، لنجد في مصر روابط لتشجيع ريال مدريد وبرشلونة والمان يونايتد واليوفي والميلان. الروابط الجماهيرية للفرق العالمية في مصر بدأت تأخذ دورها في تجميع الشباب بشكل رائع لمشاهدة مباريات فريقهم، بداية من نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة وارتداء قمصان بيكهام وبالاك وإيتو وميسي ورونالدو وأبرا، ما جعل أيضا قاعدة مشجعي المنتخبات الأوروبية في مصر والوطن العربي في تزايد، وهم الآن يستعدون لمتابعة منتخباتهم المفضلة في بطولة يورو 2021 والتي تنطلق الجمعة القادمة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد، عودة لأولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. والحقيقة موضوع مهم جدا وملفت جدا للنظر، يعني طول عمرنا وده شيء عادي جدا إن احنا نلاقي روابط مختلفة للفرق المحلية، لكن لما نلاقي إن في روابط في مصر لأندية أوروبية يبقى لازم نعرف بقى التفاصيل ونعرف منهم اهتماماتهم إيه، طقوسهم في تشجيع فرقهم الأوروبية بتكون عاملة إزاي. كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع ضيوفنا الأعزاء اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ خالد عامر وهو ناقد رياضي وأيضا أحد مؤسسي رابطة ميلان الإيطالي في مصر، والأستاذ أحمد حمدي أحد مؤسسي رابطة مشجعي ريال مدريد الإسباني في مصر. صباح الفل عليكم، أخباركم إيه؟ كله تمام؟ كله في روايح عالمية كده في الفقرة دي بوجودكم معانا، شغل عالمي يا أستاذ. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الموضوع ده يعني إيه، مستجد نوعا ما على المشجعين في مصر ولا بقاله فترة طويلة؟ لا يعني لو اتكلمنا في يعني احنا مصر طول عمرنا بنشجع كرة عالمية وطول عمرنا بنشجع طبعا فرق بره، بس لو اتكلمنا عن فكرة الروابط في حد ذاتها اللي انا اقصد كسكيل عام على التشجيع، لا فهو مستجد. يعني احنا بنتكلم على مثلا ان هو اخر 10 سنين بس فكرة الروابط دي بدأت تنتشر بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. فهو لا، هو موضوع مستجد مش موضوع قديم، بس هو الفترة اللي فاتت حصل زخم فيه نتيجة لانهيار الصناعة في الوطن العربي أو في مصر تحديدا، صناعة الرياضة طبعا. الاوتكم اللي بنتكلم على اوقات سابقه مش على الوقت الحالي، على بالظبط ساعه لما بدات الروابط دي تنتشر. أوكي. 2014 و2013 كان ساعتها الدوري المصري تقريبا بيتلغي كل موسم او ما بيكملش بسبب الاحداث اللي كنا مرينا بيها، شجع ناس كتير ان هم بقى إن هم يتجهوا الى تشجيع الكره الاوروبيه بنفس الشغف اللي كانوا بيشجعوا بيه الكره المحليه. اوكي، ده بيكون ناتج عن يعني محبة حقيقية للفريق ولا تحس ان في زخم كده جواهم، زخم تشجيعي ومش عارفين يطلعوه ازاي، زي ما يكون عندك حد مليان طاقة بس مش عارف يخرجها ازاي؟ لا، محبة حقيقية، محبة صادقة 100%، بس زي ما قلت لحضرتك كده ان هو لما اندثرت الصناعة في مصر في حقبة معينة بدأ الزخم ده يتحول بالشغف ده بالقوة دي من الشأن المحلي إلى الشأن العالمي، لأن أوريدي حب الفرقة موجود عندنا. يعني أنا بشجع ميلان من سنة 97. أوكي. بس مش بالقوة دي. كنت بنزل أتفرج على الماتشات في القهوة، كنت لما اشتغلت في الصحافة بقيت بغطي الأندية الإيطالية أكتر من الأندية الأخرى. أوكي. لأن أنا بحب الأندية الإيطالية، بحب الدوري الإيطالي، ميال أنت أكتر للدوري الإيطالي، ميال لإيطاليا، فاهم قصدي؟ فبقيت حتى بخدم بشغلي على الحتة اللي أنا بحبها. لما بقول لحضرتك الصناعة المحلية وقعت شوية، بدأ كل هذا الشغف والقوة والحب يتجه إلى الفرق نحو الفرق الأوروبية. طب رابطة يعني مشجعي ريال مدريد في مصر ابتدت إمتى؟ هو الموضوع بدأ من زمان، من 2008 قبل حتى ما يبقى رياضة في مصر موضوع يقل فيها زي ما خالد قال من شوية. أوكي. بس هو يعني زي ما تقول إيه، الموضوع ما كانش بالشغف بتاع دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا الناس لا فعلا لما الكرة في مصر، يعني لو بصيت في كل الروابط مش ريال مدريد ولا ميلان بس، هتلاقي لا في ناس أهلوية وفي زملكاوية وفي كمان إسماعيلوية بالظبط. هو لما الموضوع ابتدى بس يقل في السنين اللي فاتت دي، ابتدت بس الناس ايه، لا خلاص اللي بيشجع فريق اوروبي ابتدى الاهتمام بيه يزيد، ابتدى الفرجه بقت خلاص اهم، حتى لو في ماتش مثلا محلي وماتش اوروبي ابتدت الناس حتى تتركز مع الماتش الاوروبي اكتر، بقت تحب الكره اللي بره اكتر، ابتدى يبقى في متابعه عكس الاول.
هنا في مصر الموضوع مثلا ممكن يكون بدأ من 2008 بالنسبة لرابطة ريال مدريد، بس برضو مع مثلا مرور الوقت وابتدت الكرة هنا تقل، بدأنا مثلا من 2013 نرجع نعمل تجمعات هنا، رابط برضو تانية نتجمع مع بعض في ماتشات كتير نتفرج عليها سوا في أماكن واحدة. بيخيل لي كون إن احنا بنتكلم على روابط معنى كده إن في تنظيم ما للأمور طبعا كده برضو، يعني بيبقى كل منطقة مثلا مسؤول عنها فرد بعينه او فرد شخص معين، ولا الحكايه بتمشي ازاي؟ يعني بتجمعوا بعض ازاي؟ بتلاقوا بعض ازاي؟ هل بيبقى اللقاءات محصوره بس في متابعه مباريات الفريق اللي انتم بتنتموا ليه؟ لا يعني من الصور حتى اللي كانت معروضه في التقرير اللي قبل ما نطلع كان في صور من تجمعاتنا. رابطه ريال مدريد طبعا دول صحاب الكوره، يعني دولت يعني دولت مش محتاجين يتجمعوا، ده هم بينزلوا هم متجمعين هم اعداد مهوله ما شاء الله عليهم يعني. بس احنا يعني كرابطه ميلان مثلا، ميلان بيعاني في الفتره من ساعه ما انشئت الرابطه بشكل رسمي ومعاها الاعتراف الرسمي من نادي اس ميلان في ايطاليا انه احنا الرابطه الرسميه للنادي في مصر. بس هي طلعت في وقت صعب، ميلان ما معهوش فلوس، ما معهوش لعيبه، ما بيتاهلش تشامبيونز ليج، ما بيشاركش في اي احداث تخلي الناس ترتبط بهذا الارتباط، فاصبح التجمعات شيء صعب ان انت توصل له. فعشان كده الاعداد ما بتوصلش للاعداد اللي بنشوف عليها مثلا ريال مدريد، برشلونه، دلوقتي في مانشستر سيتي ليها اعداد كبير. صحيح. بس لما بنتكلم عن فكره التنظيم، عندنا صفحات سوشيال ميديا، عندنا تجمعات ثابته للماتشات الكبيره، بنلعب انتر، بنلعب روما، بنلعب نابولي اللي هي ماتشات القمه، او بنلعب في الدوري الاوروبي، دي تجمعات ثابته في اماكن محدده. بنتفق مع الناس صحاب المكان ان احنا في ماتشات ميلان المكان متقفل بالكامل لجمهور ميلان يتفرج على الماتش فيه، عشان لو في تعارض مثلا مع ماتشات مثلا محمد صلاح اللي مهم جدا عند كل الشعب المصري ان هو يتفرج عليه، فبيبقى صعب جدا ان انت تقنع حد من اللي قاعدين في القهوه انه معلش والنبي عايزين نتفرج على ماتش ميلان، مستحيله. فاهم قصدي؟ لو متعارضه مع ماتش الاهلي، مع ماتش المنتخب، في كل محافظه في مسؤول عن التجمع. احنا مش اولترس يعني برضو عشان نؤكد على هذه فرصه كويسه ان برضو نوضح الفروقات بالظبط. احنا مش اولترس، احنا مش متقسمين سكاشن وكل سكشن ليهم الكب بتاعهم وكل كب ليه السوبرفايزر بتاعه. وهذه احنا جروب بيحب يتفرج على الكوره وبيحب نادي معين، كلنا متجمعين على تشجيع جهه معينه، بنحب ان احنا نقعد مع بعض نتناقش حتى في الكوره، نتناقش في ايه البوسيبيليتيز اللي كانت ممكن تحصل لو عمل كذا او لو كان طلع كذا. فبيبقى في بس اسم معروف ان هو دوت اللي بينسق التجمع ما بين الكافيه اللي هنقعد فيه او المكان اللي هنقعد فيه والاعداد اللي حاضره، النهارده حاضر كذا، حاضر كذا، حاضر كذا. وفي في كل محافظه مسؤول عن التجمع. مش كبو، لان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا مش اولترس. فاهم قصدي؟ بالظبط. ومش كل الناس بتقدر تحضر في القاهره، يعني في محافظات كتير بس الناس مش هتقدر تحضر كل ماتش، يعني مثلا أكيد. لو في ماتش في اول الاسبوع وماتش في نص الاسبوع مش هيقدر ان هو يجي لك ايه المرتين دول، بس لو في نهائي مثلا ولا عدد كبير وماتش مهم كل المحافظات بتتجمع في ساعتها في القاهره. انتوا برضو بالنسبه لرابطه مشجعي ريال مدريد نفس الكلام اللي قاله استاذ خالد؟ مظبوط. كل برضو لا في تنسيق برضو مع نادي ريال مدريد نفسه، يعني احنا تواصل في اعتراف رسمي من نادي ريال مدريد، ويعني حتى احنا في تواصل مع النادي، لو في مثلا ماتش نهائي بنطلع في الفيلم، لو ساعات مثلا بناخد بطوله تلاقي النادي عامل فيلم معين وثائقي عن البطوله، بنطلع في الفيلم ده بيتعرض على قناه النادي، صور، فيديوهات. طب والاعتراف الرسمي ده بيكون مبني على ايه؟ هو الاعتراف يعني الرسمي يعني عائلته بتقدمه مثلا ملف ما بيبقى بناء على عدد عضويات رسميه معينه معموله عند النادي. اوكي. عدد العضويات دي مثلا لما بيتم والله بيعرف ان البلد دي مثلا لا موجود فيها عدد معين من المشجعين، مش شرط كله يبقى رسمي. ممكن مثلا العضويات دي مثلا سي 20 30 بس خلاص هو عارف ان في بالالاف موجودين في البلد دي. أوكي. بيعترف بيك على اساس رابطه رسميه، اي حاجه انت بتعملها بيبقى بتنسيق منه، بيساعدك لو في مساعدات ممكن تتعمل ان هو مثلا يقول لك احنا محتاجينكم مثلا تعملوا كذا كذا مش عارف ايه، مش ماديه بس هي مساعدات عاديه. بيتابع معاكوا على طول بمعنى ايه؟ يعني انا كنادي اضمن منين ان رابطه مشجعي النادي ده في مصر او في اي دوله من الدول ما ممكن جدا يعني تحت مسمى التعصب ينتج عنهم تصريحات ما، افعال ما تسيء للنادي نفسه؟ هو بيبقى ازاي بقى؟ هو بيبقى متابع. احنا الاعتراف الرسمي دوت بيتجدد سنويا. أوكي. يعني بنبعت كل سنه للنادي الاكتيفيتيز اللي احنا عملناها، عدد الاعضاء المشاركين، صور او فيديوز او اي توثيقات من الاحداث اللي بتحصل. أوكي. فيما يخص اس ميلان في مصر.
لو حصل حاجة شغب أو حاجة دي بتبقى حاجة مش لا ومش سهلة تستخبى. فلو حصل حاجة زي دي هم هيكونوا على علم بيها وبالتالي هياخدوا أكشنز اتجاهها. وإحنا الحمد لله ما يعني الرابطة سيئة السمعة أو اللي ماضيها ملوث في التشجيع بيدولهاش تصريح أو اعتراف جديد. وأنا عايز أقول على حاجة مهمة. إحنا في مرة من المرات كان في كأس السوبر 2016 كان في كأس سوبر إيطاليا كان ميلان بيلعب يوفي. عملنا تجمع مشترك ما بين ميلان وما بين يوفي. احنا الاثنين قعدنا مع بعض في مكان واحد كان اعداد لا نهائيه موجوده في المكان وعملنا تجمع مشترك واتفرجنا. مفيش حد خرج عن السياق. هننا بعض بعد البتاع. يوفي هنت ميلان لان احنا فزنا باللقب. هنونا وباركولنا وطلعنا بعد كده مع بعض حتى طلعنا في احد القنوات يعني اتكلمنا عن الماتش بعد كده. منتهى الروح الوديه. فده بيأثر طبعا على السمعه بتاعه الرابطتين. لما نيجي نبعت الاعتراف الرسمي بتاعنا لا في 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 شغل معمول باحترام ورقي ومفيش اي خروج عن النص وبطبيعه الحال بيصب في مصلحتهم وفي مصلحه الايمج العام بتاعهم على مستوى العالم. اكيد احنا حتى ما بنسمحش بكده يعني بنبقى حاطين تعليمات لا قبل التجمع انتوا مثلا 1 2 3 ما ينفعش عشان خاطر حته صوره النادي دي حتى الناس نفسها بتلتزم يعني. اكيد. طب انتوا قبل كورونا طبعا الكورونا غيرت حاجات كتير وبيخيل لي ان هي كمان اكيد جت عقبه بالنسبه لكم في كتير من الامور. بس مرحله ما قبل كورونا هل بتكتفوا بس كمنتمين لرابطة ريال مدريد مثلا بمتابعة الماتشات وخصوصا المباريات المهمة لريال مدريد ولا ممكن موضوع يتصعد اكتر من كده بالتنسيق مع النادي بمعنى اللي يبقى فيه مثلا ايه 10 15 واحد منكم يطلعوا يتفرجوا على الماتش يعني في الاستاد هناك ويسافروا هل النوع ده من الامور وارد ولا بيبقى في بقى مشكله التمويل في الحاله دي؟ هو حاليا يعني موضوع الانشطه اللي تمت مثلا قبل الكورونا على الاقل بما ان الموضوع دلوقتي يعني متوقف خالص كان في مثلا ممكن يبقى في لعب كوره في دورات بتتعمل بين الانديه والروابط كلها ممكن مثلا هنا يبقى في افطار في رمضان جماعي هي الناس حتى عملت علاقات ما بينها وبين بعض لمجرد ان ده محافظه ثانيه بس خلاص هو اللي جمعهم كلهم فكره تشجيع النادي ده. بس بقى هل حته السفر دي ففعلا هي التمويل يعني معلش الاعمار السنيه اغلبها يعني دراسه فيما تحت يعني مفيش حتى الناس الكبيره. بس لما حد بيحب يسافر ممكن لا حصلت كذا مره في اثنين مثلا سافروا مع بعض وتذاكر احنا بنوفرها لهم هناك كمان ان بنكلم النادي بيبعت لهم تذاكر مثلا حضور المباريات بالظبط بتبقى منخفضه هي هناك النادي مخصص جزء للتذاكر اسمه ده مثلا لروابط التشجيع سواء بقى في اسبانيا سواء مثلا جايين من بره بيبقى تذاكر يعني ايه اسعارها منخفضه يمكن اكتر من نص كمان فانت بتبلغ النادي والله فلان جاي لي مثلا ده عضو رسمي عندي وبتاع بيروح هناك مكتب روابط بالظبط هو عاملين كمان مكتب روابط مخصص للكلام ده في الملعب هو بيروح والله انا جاي مثلا تبع رابطه كذا كذا خلاص بيخش بيستلم التذاكر وبتاع وعملناها كذا مره مع ناس من اعضاء تبعنا وسافروا قدروا ان هم يحضروا بس جماعي لا صعبه شويه اكيد في الفتره الاخيره يعني ايه تحس كده ان ريال مدريد سحب الاضواء من كثير من الفرق ولا سيما ميلان بطبيعه الحال نتيجه ايه الموضوع ده من وجهه نظرك؟ هل النجوميه النجوم اللي فيه وحجم شعبيتهم بالمقارنه بالميلان؟ طيب خلينا اتكلم عنها هنسى شويه ان انا رابطه ميلان ميلاناوي هنسى شويه هتكلم ان انا ناقد رياضي بقى وهنتكلم شويه كوره حلو ده بسبب اكتر من حاجه اولا انعدام النجوم في ايطاليا ايطاليا عندها اتحاد ضعيف جدا فيما يخص الماركتنج فين ايام العز كان ايطاليا دي منتخبها وفرقها المختلفه كل لعيب فيهم كل اسم فيهم اتقل من التاني التسعينات بدايه الالفينات كان الدوري الايطالي ومنتخب ايطاليا دولت رقم واحد في العالم كله خاصه لما كان الدوري الايطالي بيتذاع عندنا على التلفزيون المصري فكان متاح بالنسبه للناس كلها فتعلق مع الناس ومعظم اللعيبه كانوا بيتمتعوا بوسامه لافته للنظر انا فاكر في فتره ده اللعيبه الايطاليين وهذه الوسامه مع قوه الدوري الايطالي مع الاهتمام الجماهيري حول العالم بالدوري الايطالي كان بيجذب النجوم الاكثر حرفنه وشهره ووسامه للانضمام ليهم ده كله اتغير بسبب قلة الموارد الماركتنج القليل بالنسبة للدوري الإيطالي في المنافسة المباشرة مع قوة اقتصادية مهولة زي الدوري الإنجليزي اللي هو اللي أنا دايما شايف إن هو مش قوي بقدر ما هو قوي تسويقيا وعامل بروباجندا جامدة جدا عامل الفانتازي مخلي الناس كلها حول العالم بتتفرج على كل الماتشات حتى لو مين بيلعب مين هنتفرج على الماتش لأن أنا واخد لعيب من هنا عايزه يجيب لي بوينتس أو بتاع فهو بروباجندا وتسويق الدوري الانجليزي رقم واحد مع وجود قوتين شرائيتين
كاسم وكفلوس زي ريال مدريد وبرشلونة، فأصبح الدوري الإيطالي في المركز الثالث في قوة الدوريات أو في جذب النجوم إلى الدوريات. زاد عليهم انتقال كريستيانو رونالدو وتحوله إلى هذه الطفرة الفظيعة، ووجود ليونيل ميسي في النقيض في أو في الفريق المنافس. أول مرة في التاريخ نشوف طرفين متنافسين على لقب الأفضل يستمر سويا طول هذه السنوات 15 سنة الاثنين بنفسه. احنا قبل كده كنا بننافس ما بين بيليه اللي في عصره ومارادونا اللي في عصر تاني. صحيح. احنا أول مرة نشوف ميسي رونالدو 15 سنة اثنين بيتنافسوا على لقب الأفضل لمدة 15 سنة. ده أثر على قوة الدوري الإسباني ومتابعة الناس للدوري الإسباني، وبالتالي سحب البساط رويدا رويدا من الدوري الإيطالي. مع الوقت بدا الدوري الايطالي خلاص ما فيهوش نجوم، بقى اللي بيشطب بدل ما يطلع الخليج او بدل ما يطلع امريكا يروح الدوري الايطالي. بس ده بدا يتغير. بدا يتغير من امتى؟ من ساعه عوده ابراهيموفيتش، من ساعه عوده رونالدو، بعديها عوده ابراهيموفيتش، بعديها التعاقدات اللي عملتها اللي عملها نادي انتر ميلان بالتعاقد مع كريستين إريكسن ولوكاكو من الدوري الانجليزي و و و وفيدال وكذا وكذا وكذا. تحول الدوري الإيطالي إلى وجهة مرة أخرى للعالم عشان نشوف النجوم دول هيعملوا إيه. هو إبراهيموفيتش كان مشي ورجع تاني. يس. إبراهيموفيتش كان مشي من الميلان 2012، راح باريس سان جيرمان، خلص باريس سان جيرمان، راح أمريكا ورجع من أمريكا لميلان وهو عنده 39 سنة. في الوقت اللي الناس بتقول إن هو بيشطب كورة وراجع بس يعتزل في الميلان عشان هو بيحب النادي وبتاع، غير وجهه الميلان وغير كفه الدوري. اكيد هنتكلم عن هو في كلام كمان عن اعتزاله اللعب الدولي، الكلام ده مظبوط ولا؟ هو كان اعتزل اللعب الدولي وبعدين لما رجع للميلان رجع تاني. لا بتكلم على معاوده الاعتزال اللعب الدولي. لا مش لسه ما اعتزلش، بس هو مش هيشارك في اليورو نظرا للاصابه اللي جات له. فمش هيشارك في البطوله اللي هتبدا يوم الجمعه تقريبا. انتوا الكلام معاكم حلو قوي، والحقيقه يعني في مليان تفاصيل يعني تستحق ان احنا نقف عند كل تفصيله منها، لكن للاسف الشديد احنا محكومين بفتره زمنيه معينه. بس ان شاء الله يتكرر مره ثانيه اللقاء وتيجوا تنورونا في مساحه وقت اطول، ناخد وندي بقى مع بعض. نورتنا مبسوطين ان ربنا يخليك، ده شرف لينا احنا. ربنا يخليك، نورت الدنيا كلها، سعدنا بوجودكم معانا. ومشاهدينا دي كانت اولى فقراتنا الحواريه، هستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.